يركز منهج الأعمار التي تتراوح بين 6 و12 على نفس القصص المعروضة في دروس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5، مرفقة بمحتوى أكثر نضجاً ونشاطات مناسبة للعمر. يمكن أن تكون فترة الترحيب وقتاً حاسماً لإقامة العلاقات. رحب بالأولاد عند وصولهم واسألهم سؤال لعبة التعارف لبدء الأحاديث. إن هذا السؤال مصمم لإثارة التوقع للقصة التي هم على وشك سماعها. في إطار مجموعة صغيرة يمكنك أن تسأل كل ولد السؤال بشكل منفرد، وفي إطار مجموعة كبيرة قد ترغب في انتظار وصول معظم الأولاد وتطلب منهم أن يجدوا شخصاً جديداً ويسألوا بعضهم البعض سؤال لعبة التعارف. لعبة الترحيب هي وسيلة لتقديم أحد جوانب القصة. إذا كان الوقت قصيراً قد ترغب في لعبها في نهاية الدرس إذا سمح الوقت بذلك. إن هدف اللعبة هو إثارة الفضول حول القصة وتحريك الأولاد قبل الانتقال إلى العبادة. خلال فترة العبادة ربما تود جمع كل الصفوف معا ليعبدوا معا كمجموعة واحدة كبيرة، وإذا لم تتمكن من ذلك تأكد أن تخصص مكانا معينا في غرفتك للعبادة، وحتى تساعد في الانتقال شغل الموسيقى بينما ينتقل الأطفال إلى ذلك المكان. نعبد الله لشخصه بالتركيز على أحد صفاته، ويقوم كل صف باستكشاف أحد صفاته مثل الله المعطي والملك العارف بقلوبنا. ومهم خلال وقت التسبيح أن يراك الأطفال وأنت تسبح الله، فعندما يراك الأطفال مندمجا في العبادة والترنيم حركات اليد والصلاة سيتبعوا مثالك. خلال العبادة يردد الأطفال ترنيمة آية الحفظ الكتابية وترنيم أخرى مرتبطة بأحد صفات الله أو هدف الدرس، وتأكد بأن تضيف حركات اليد، وتتضمن الترنيمة أيضا توضيحا وهي نص للتمثيل أو قصة قصيرة يقرأها قائد العبادة. تستخدم هذه التوضيحات النكتة والمشاركة، وتتضمن شخصيات متكررة تتعرض لحالات تقودهم للبحث عن أجوبة من الإنجيل. تلخص الشخصية القصة الكتابية لذلك اليوم وتقرأ الآيات الأساسية فيها، كما أنهم يطبقون القصة الكتابية على حالاتهم الخاصة. يطلع الأولاد لكل حلقة، يتماثلوا مع الشخصيات ويدركوا كيف يستخدموا كلمة الله للإرشاد والإلهام، وهذه إحدى الطرق للتعرف على الله وعلى ما صنع. عندما تنتقل من فترة العبادة إلى فترة الكلمة، غير الغرفة أو الزاوية داخل الغرفة، حيث يساعد التحرك على التركيز عند قراءة القصة الكتابية. خلال هذا الوقت، أطلب من الأولاد أن يكتبوا أسماءهم على بطاقات وأن يضعوها في الوعاء الذهبي، حيث سيتم استخدام هذا لاحقاً في الدرس من أجل الصلاة. إن كتابة الأسماء أمر يستطيع الأولاد فعله بشكل حسن، وهذا يعطيهم الثقة بينما يتعلموا شيئاً جديداً. نبدأ فترة الكلمة باتفاقية الصف، وهذه أداة هامة في إدارة الصف لأنها تحدد توقعاتك من سلوكهم وتهدئهم من أجل قراءة كلمة الله، وهي تعرف الأولاد أيضاً بمفهوم العهد الذي يعتبر مفهوماً أساسياً في الإنجيل. ويقوم العديد من المعلمين بتعليق اتفاقية الصف في مكان واضح، حيث أنها تساعد الأولاد في تذكره، وقد يشير إليه المعلمين إذا احتاج الأمر. بعد تلاوة اتفاقية الصف حان وقت مراجعة الدرس السابق، وإذا استطعت يمكنك استخدام مخطط وخريطة للإنجيل لتعطي الأولاد منظوراً أوسع، وتساعد الخريطة والتواريخ الأولاد حتى يفهموا أن القصة تدور حول أشخاص حقيقيين عاشوا في أماكن حقيقية. الآن وإذا كان بحوزتك، أعطي إنجيلاً لكل ولد وأطلب منهم أن يتشاركوا بالأناجيل، وتكون مراجع القصة الكتابية مخبأة وراء ستارة أو داخل خزانة خاصة، وتخلق عملية إظهار المراجع المخبأة الشعور بالحماس، وتؤكد أهمية الإنجيل وتعطيه مكانة إكرام خاصة. إذا أردت أن تعطي مثالاً مجسماً، يمكنك أن تعرض صفحة ملونة أو صورة للقصة مع المراجع. يمكنك مكافأة أحد الأولاد باختياره حتى يظهر القصة الكتابية. بعد ذلك، وبالنسبة للقراء القليلي الخبرة، افتح الإنجيل وإقرأ الفقرات، ويفضل بعض المعلمين أن يجعلوا الأولاد يرافقونهم في القراءة حسب استطاعتهم.
بالنسبة للقراء ذو الخبرة، وقبل أن تظهر الفقرات العب لعبة أعثر عليه أولاً، وتساعد هذه اللعبة الأولاد حتى يتعلموا كيفية إخراج الآيات الكتابية، وتكون هذه اللعبة كما يلي: ضع الأولاد يضعون كتبهم المقدسة مغلقة في حضنهم حتى يتم إظهار الآيات، ثم يتسابقوا لإيجاد القصة الكتابية، ويقوم من يجد الفقرة أولاً بمساعدة البقية في إيجادها. أحياناً نستخدم أيضاً مسرح القراءة، حيث يمثل الأطفال القصة مستخدمين الأسفار كنص مسرحي. لإعداد الأطفال للتركيز على القراءة، دعهم يحركوا أجسادهم بالوقوف خلال فترة صلاة قصيرة، ثم دعهم يجلسوا من أجل القصة الكتابية. إن الحركة تساعد الأطفال في تركيز انتباههم. ولمساعدة الأطفال في تذكر الآية الأساسية، يطلب بعض المعلمين من الأطفال أن يلونوها في كتبهم المقدسة بلون خاص. لقد تم شرح القصة خلال الرسم البياني للعبادة، لكن يمكنهم الآن قراءتها بأنفسهم، وهي طريقة مختلفة تماماً في تعلم القصة. تبدأ فترة ابدأ الطريق بمناقشة. اسأل الأطفال أسئلة عن القصة وكيف يطبقوها على حياتهم، وتعتبر هذه فرصة هامة حتى يعبر الأطفال فيها عن أنفسهم. وقد يسأل الأطفال بعض الأسئلة، وهذا يجعل المناقشة حيوية. ومع الوقت ومن خلال هذه المناقشات يمكنك التعرف على كل طفل بالفعل. يلي ذلك التواصل من خلال المسيح. إن هذا الجزء قصير ولكنه مهم، ويرى الأطفال فيه العلاقة بين العهدين القديم والجديد، ويظهر الإنجيل بكامله كقصة واحدة متواصلة عن الله وما فعله، ويؤكد هذا أن اسم يسوع مذكور في كل درس. على سبيل المثال، يربط التواصل من خلال المسيح درس سفر التكوين عندما خلق الله ضوء النهار بالآية في رسالة يوحنا الأولى التي تظهر أن يسوع كان مع الله في البدء وأنه هو نور العالم. قبل إظهار التواصل من خلال المسيح، العب لعبة أعثر عليه أولاً مرة أخرى. إن مراجع التواصل من خلال المسيح مخبأة خلف الستارة أو داخل خزانة خاصة. اكشف عن هذه الفقرة بنفس الطريقة التي قدمت فيها القصة الرئيسية. بعد قراءة ومناقشة فترة التواصل من خلال يسوع، حان وقت الوعاء الذهبي. هل تذكر أن الأولاد قد كتبوا أسماءهم على البطاقات ووضعوها في الوعاء الذهبي؟ حان الآن الوقت حتى تصلي بصوت عالي لكل اسم في ذلك الوعاء، ويرمز الوعاء الذهبي للجامات الذهبية المذكورة في يوحنا 5:8، حيث يوجد أمام عرش الله جامات من ذهب مملوءة بخوراً وهي صلوات القديسين. أولاً، تصلي بصوت عالي وترفع اسم كل طفل أمام عرش الله، وستلاحظ أن الأطفال يصغون بانتباه ليسمعوك تصلي لهم كل باسمه. اختم وقت الصلاة بقيادة الأطفال في الصلاة الربانية، وقم بهذا في كل درس، ويتعلم الأطفال من خلال هذا أن يصلوا بنفس الطريقة التي علمنا يسوع أن نصلي بها. إذا كان لديك 5 دقائق إضافية، يمكنك أن تقود الأطفال في إحدى النشاطات الموجودة في فقرة هل لديك وقت؟ إن هذه الفقرة مملوءة بنشاطات اختيارية وتؤكد على القصة، الهدف أو آية الحفظ الكتابية. ستجد أشغال يدوية، وجبة خفيفة، ألعاب ومراجعة للوقت الزمني للكتاب المقدس. يتم استخدام هل لديك وقت بطريقتين. إذا كان الدرس طويلاً، يمكنك أن تخطط مسبقاً وتضيف عناصر هل لديك وقت إلى فقرة الطريق بشكل منتظم، أو إذا كان لديك مزيد من الوقت في نهاية الدرس، استخدم نشاطات هل لديك وقت حسب الحاجة. على سبيل المثال، عندما تنتهي من الصلاة على الوعاء الذهبي ومازال لديك وقت، يمكنك استخدام ألعاب فقرة هل لديك وقت لتؤكد على قصة الكتاب المقدس، الهدف أو آية الحفظ الكتابية، بينما تنتظر وصول الأهل، وتبقى ألعاب آية الحفظ الكتابية نفسها لكل الوحدة، وهكذا جيد أن تقوم بإعدادها في حال احتجتها خلال الوحدة. عندما يتبقى لديك 5 دقائق فقط، حان وقت الأجزاء 5 الأخيرة. خلال هذا الجزء الختامي، أعطي الأطفال هدية من صندوق الكنز، وهي شيء صغير قليل الثمن يأخذه الأطفال إلى البيت
لتثير الحديث مع الأهل عن القصة الكتابية لذلك اليوم. على سبيل المثال أن الهدية المتعلقة بقصة يوسف وإخوته الغيورين هي عبارة عن قطعة قماش صغيرة لتمثل القماش من قميص يوسف الملون، وعندما يرى الأهل الهدية ويسألوا عنها تسنح الفرصة أمام الطفل ليشارك بما تعلمه في ذلك اليوم، وهذا يأخذ كلمة الله إلى البيت ونحن متحمسون لذلك. قبل أن يغادروا أعطي الأطفال الدراسة الكتابية البيتية، حيث يأخذ الأطفال في سن السادسة إلى التاسعة فقرة الطريق اليومي إلى البيت، وهي أسئلة بسيطة لتشجع الأطفال ليفتحوا كتبهم المقدسة ويراجعوا القصة الكتابية في البيت. ويقوم بعض الأطفال بهذا بمساعدة الأهل. يدعو تحدي الطريق اليومي الأطفال ليعيدوه مكتملاً كل أسبوع، ويعمل الأطفال معاً ليملأوا سلة المجموعة بواجب الطريق اليومي مكتملاً، وحالما تمتلئ السلة يقيم الجميع حفلة أو يتناولوا وجبة خفيفة خاصة. يأخذ الأطفال في سن العاشرة إلى الثانية عشر ملف W3، والذي يحتوي على المزيد من الأسئلة الصعبة عن القصة الكتابية ومعناها في حياتهم، وتكون هذه الأسئلة شخصية أكثر مثل الكتابات في المفكرة، ولا يتم إعادتها إلى الصف، بدلا من ذلك يتم حفظها في مفكرة في البيت. بعد أن تعطيهم الهدية من صندوق الكنز والدراسات البيتية، يصبح الأولاد على استعداد للذهاب للبيت، وبينما تنتظر وصول الأهل يمكنك أن تؤدي أغنية آية الحفظ الكتابية كخلفية موسيقية، وتدعو الأولاد ليرسموا صورة عن القصة الكتابية لذلك اليوم كتقدمة، ويمكنهم أن يأخذوا الرسومات إلى البيت أو يمكنك أن تعرضها حتى يراها الآخرين، ويساعد عرض هذه الرسومات الأهل ليروا ما يتعلمه أطفالهم. بينما يعمل الأطفال على رسومات التقدمة، اسألهم كيف يمكنك أن تصلي من أجلهم هذا الأسبوع. سجل طلبات الصلاة في دفترك حتى تصلي لهم في بيتك أو مع فريق الصلاة. ورجاؤنا أن يذهب كل طفل إلى البيت وهو لا يعرف المزيد عن الله وما فعله فحسب، بل يختبر محبة الله وإحسانه خلال كل هذا الوقت.